السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر. كذلك المرأة الحائض إلى حاضت قبل المغرب، مرة كانت صايمة طاهرة والمغرب بقى لي والو إلى دقائق معدودات، ثم شعرت بأن الحيض جاتها، ده هذا يومها، فسد يومها. هذاك اليوم كتسمى فاطرة، لأن لم يستكمل الوقت اللي هو أذان المغرب، فعليها أنها تتسمى فاطرة وتقضي ذلك اليوم. كذلك المرأة إذا وقع لها النفساء، مرأة النفساء كانت النهار كله يطهرها ثم وقع لها النفساء، هذا دائما خاص لابد استكمال المدة وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.